وايد حلو انا احبه واتمتع لما اسوي اللي هو شوبينج حق الاطفال. فوانا اتسوق حق التوائم كانت تواجهني صعوبة في اختيار الاطقم حق التوائم. يعني مثلا انا بنتين ولد صعب علي ان ابي اطقم نفس الشيء، فالاقي مثلا قياس واحد حق النيو بيرن ما الاقي حق خلودي، الاقي حق ليان ما الاقي حق ليليان، فهمتوا؟ او تكون مثلا قطعة من كل قطعة مقاس واحد ما الاقي مثلا اثنين حق نيو بيرن. المهم وانا اتسوق كان تطري على بالي فكرة، قلت انا مثل ما انا عانيت في اختيار ملابسهم انا بسوي شيء اسهل وايد على وايد ناس انه يختارون اطقم حق عيالهم، خصوصا اذا كانوا توائم. كان تطري على بالي فكرة ومشروع ان انا افتح محل خاص حق ملابس الاطفال، راح فان شاء الله قريب حيل راح افتح هذا المحل، وكل ما اشوف فيه فيدباك حلو راح اكبره اكثر واكثر واكثر، وايد راح تحبونه وراح تستانسون حيل عليه وعلى اللي راح اسويه من ديكورات من ملابس من اكسسوارز حق الاطفال. راح اسوي قسم خاص حق التوام، قسم خاص حق الحاس، قسم خاص حق التريبلت، يعني شيء ينن. ان شاء الله ان شاء الله قريب راح افتحها، حيل استانسه. ما استقيل من دوامي الا اذا انا فتحت مركزي الطبي اللي ان شاء الله راح اعلن عنه قريبا جدا، راح يكون شيء وايد كبير. كل الخليج ولا بس خليج؟ يعني حتى لو طلعت انا من دوام ما راح اروح الخليج ولا لا؟ اكيد حتى بالاردن. اكيد حتى طبعا بالاردن راح يكون في فرق باذن الله. ترى قاعد اشتغل بالاردن، شغالين فيه صار لنا كم شهر، لان ما راح نبطل هني الا ما يكونوا كلهم مبطلين.